شهد عام 2021 الذي لم يتبقى منه إلا أيام قليلة على رحيله شهد الكثير من الأحداث السياسية والاقتصادية والأمنية في العراق، لا سيما إثبات الميليشيات في كل مرة سيطرتها على مفاصل الحياة السياسية والاقتصادية في العراق، والصراع المحتدم بين أجنحة الميليشيات الذي ظهر للعلن عقب الانتخابات البرلمانية الأخيرة وما قبلها، ولإعادة تسليط الضوء على أبرز الأحداث التي شهدها العراق في عام 2021، نناقش في هذه التغطية الخاصة بحصاد العام هيمنة الميليشيات في العراق وتعاظم نفوذها وانعكاسات ذلك على حاضر البلاد ومستقبلها. ينضم إلينا في هذه التغطية الخاصة التي تستعرض هيمنة الميليشيات الموالية لإيران على الأوضاع في العراق كل من في الاستوديو الكاتب والباحث السياسي نظير الكندوري، وعبر سكايب من مالمو المتخصص في ملف الميليشيات عبد الرزاق الحيالي، فمرحبا بكما معنا. وقبل أن نبدأ حوار الضيوف نشاهد هذا التقرير ونعود إليكم. عام 2021 شهد مزيدا من هيمنة الميليشيات على العراق سياسيا، حيث عاش العراق ذروة التوترات الأمنية والسياسية والتي تمثلت بالمواجهات بين عناصر الميليشيات الرافضة لنتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة بتهمة تزويرها والقوات الأمنية، ثم قصف الميليشيات منزل الكاظمي في المنطقة الخضراء بعدد من الطائرات المسيرة. ومثل هذا الهجوم تحولا نوعيا خطيرا في حالة الاحتراب بين القوى المتصارعة على الحكم، ومحاولة واضحة من الميليشيات الولائية لممارسة أقصى ضغط للوصول إلى تسوية سياسية تعيد ترتيب موازين القوى بما يضمن تمثيل الميليشيات الخاسرة في الحكومة القادمة وعدم إخراجها من لعبة الحكم حتى إن جاءت عبر انتخابات صورية. سبق الهجوم على منزل الكاظمي هجمات في تواريخ مختلفة بطائرات مسيرة نفذتها ميليشيات ضد أهداف أمريكية في بغداد وأربيلة والأنبار وصلاح الدين وبابل ومناطق أخرى. أعلنت بعض الميليشيات الولائية مسؤوليتها عن بعض هذه الهجمات، وبقية الأخرى مجهولة المنفذ حتى اليوم. كذلك تميزت سنة 2021 بازدياد عدد الاغتيالات الدموية للمتظاهرين في الحراك السلمي والناشطين والصحفيين. اقتصاديا تفاقمت سيطرة الميليشيات على المفاصل الاقتصادية، كما تضاعفت عمليات التهريب ووسعت الميليشيات سيطرتها عبر ما يسمى بالمكاتب الاقتصادية في المحافظات المنكوبة، وتحكمها في آبار النفط والعلاقات التجارية على الحدود العراقية السورية. كذلك قطعت الطرق المؤدية إلى مناطق تجارية مهمة لعرقلة الأعمال، واستخدمت التهديد والإرهاب لتعيين الأكاديميين والمسؤولين المحسوبين عليها، خاصة في المحافظات التي تحكم الميليشيات قبضتها عليها، كما أنشأت مدارس طائفية خاصة لا علاقة لها بمنظومة التعليم الحكومية، ما يؤكد عجز الحكومة عن مواجهة أنشطة هذه الميليشيات إن لم يكن تواطؤا معها، لأن الحكومات التي عرفها العراق بعد عام 2003 ولدت من رحم ومظلة الميليشيات، سواء التي تشكلت في إيران أو التي شكلها الغزو الأمريكي. نعم، أبدأ النقاش معك أستاذ نظير الكندوري. بعض القراءات أشارت إلى أن عام 2015 هو عام وكان عام المعارك مع تنظيم داعش، مثل صعود الدولة الميليشياوية في العراق. أليس مفهوم الدولة بعد العام 2003 قائم على الدولة الميليشياوية منذ ذلك الوقت ولغاية الآن؟ حياكم الله وحيا مشاهدي قناتكم الكريمة. أنا يعني أعتقد أن الواقع الحالي الميليشياوي وسيطرته على الدولة العراقية الآن قد بلغ ذروته، يعني إذا شبهنا التواجد الميليشياوي في العراق على شكل منحنى بياني فهم الآن في قمة هذا المنحني، ولا بد لهم من الطريق في النزول، إما على شكل انهيار أو على شكل نزول تدريجي لنفوذها وسلطتها. لماذا؟ لأن هذه الميليشيات لم تكن ككتلة واحدة، إنما كان يجمعها هدف واحد هو السيطرة على السلطة، تصفية المنافسين،
صناعة خصوم وهميين ومحاربتهم، وبالتالي كانت هاي كلها عوامل توحيد. الآن وصلوا إلى مرحلة أنه يجب أن يأخذوا الجائزة، والجائزة تتمثل الميليشيات بالسيطرة على البلد بكامل يعني بكله، يعني سواء كدولة أو كحكومة أو كبرلمان أو مصالح اقتصادية. وبالتالي هنا تبرز الأطماع والتنافس ما بين هذه الميليشيات المختلفة. ويعني الحقيقة الآن وكأنما نحن أمام مشهد منقسم ما بين الميليشيات التي يقودها التيار الصدري وما بين الميليشيات التي منضوية تحت الإطار التنسيقي، ما يسمى بالإطار التنسيقي. وكذلك هناك أيضا ميليشيات هي خارج هذين التشكيلين، يعني إذا يعني أطلقنا عليها التشكيلات السياسية. وبالتالي لا يريد أحدهما أن يعطي هذه الجائزة الآخر أو حتى الوصول إلى مرحلة التقاسم، إنما كل جزء من هذه الميليشيات يريد الاستفراد بها. وبالتالي فإن احتمالية الصدام احتمالية قوية جداً، والذي يؤخر هذا الصدام ربما يعني الراعي لجميع هذه الميليشيات هو الذي يؤخر. ولكن أنا أعتقد، ولربما سنتطرق له في حديثنا القادم، إن هذا الصمام الذي يضبط هذا الصراع الميليشياوي ربما سوف يفقد السيطرة على هذه الميليشيات. إذا مفهوم الدولة الميليشياوية موجود منذ العام 2003، ولكن كما أشرت أنت اليوم هو في صعود. نعم. الآن في القمة، يعني الآن وصل إلى مرحلة يعني يريد أن يعني يحقق ذاته، يحقق غايات التي أنشئت لأجلها. الحقيقة نحن جميعا نعرف بأن الميليشيات يعني تأسست وتم رعايتها على عين النظام الإيراني. وبالتالي فإن إيران قبل غزو واحتلال العراق، يعني نعم، هي حتى قبل الغزو كانت هناك ميليشيات في داخل إيران. وكانت تقاتل الجيش العراقي، لكن الأمر اختلف جدا بعد يعني سقوط الحكم السابق ويعني استحداث حكم على عين الاحتلال الأمريكي. وبالتالي وجدت إيران فرصة مواتية للاستيلاء على هذه الدولة من خلال الأحزاب ومن خلال الميليشيات. وقد يعني لنكن صريحين، نجحت في هذا المسعى بشكل كبير، واستطاعت أن تسيطر على مفاصل الدولة سواء المدنية أو حتى العسكرية. يعني الملف الأمني لا يستطيع أحد أن يتكلم فيه إذا لم تكن الميليشيات هي لديها الكلمة الأخيرة فيه. ونلاحظ كيف أن الكاظمي اللي هو الآن آخر رئيس وزراء في هذا النظام لا يستطيع أن يتخذ قرار أمني أو عسكري لا يتوافق مع مصلحة الميليشيات. وهناك أمثلة عديدة لتصدق هذا التحليل. أستاذ عبد الرزاق الحيالي من مالمو، المتخصص في ملف الميليشيات، يعني هيمنة الميليشيات على العراق تنوعت، ورغم استمرارها من سنين، إلا أن أكثر ما يميز عام 2021 هو صراع الميليشيات على المناصب. كيف تقرأ هذا الصراع بعد إعلان النتائج الأولية للانتخابات؟ شكرا لك سيدي، تحياتي لك ومشاهديك الكرام. سيدي، الميليشيات من أول لحظة من بعد الاحتلال إلى الآن هي تتصارع على يعني على السيطرة على السلطة، يعني هي شغلها الشاغل أنه السيطر على السلطة، وهذه السلطة دائما هم يسعون تكون تابعة للحرس الثوري الإيراني. لكن الآن اشتد الوطيس، يعني هي أكون أو لا أكون، تفكير الميليشيات بهاي الطريقة خصوصا بعد ثورة تشرين، يعني هي كانت تقريبا بداية نهاية هاي الميليشيات. بعد هاي الثورة بدأوا يفكرون أنه شلون يقدرون يخلون المثل الحوثي بالعراق، التجربة الحوثية بالعراق، يخططون على هذا الأساس. وإذا فوز كتلة التيار الصدري الحقيقة أخرتهم، لأن هم قادرين يواجهون الجميع إلا أنهم يخشون التيار الصدري، يعني قد يعني يواجهون أي فصيل، أي ميليشيات، أي توجه سياسي، العملية السياسية يقدرون يواجهوها. لكن تيار الصدر الحقيقة هم يعني صعب أنه هم يواجهوا، وما أعتقد هم قادرين، يعني حتى وأن أعلنت
نتائج الانتخابات ما اعتقد راح يقدرون يعني يستخدمون القوه ضد التيار الصدري، يعني غير ما صارت في 2010 يعني كتله علاوي بذاك الوقت. سعي يعني الميليشيات الولائيه باوامر ايرانيه وبتخطيط ايراني ان الوقت نفذ بالنسبه لهم، يعني الوقت لهم جاي ينفذ، لذلك هم قد يتصرفون تصرف يعني يؤدي باذن الله الى نهايتهم بالنتيجه. الشعب العراقي شعب وشعب مناضل، وعندنا الجيش وعندنا ضباط الداخليه وعندنا العراقيين الوطنيين باذن الله يعني لهم بالمرصاد. انا ما اعتقد في يوم من الايام هاي الميليشيات الولائيه التابعه لايران يعني تترك السلطه هذا على التعويل الاطلاق، لكن على هي في وضع سيء. استاذ عبد الرزاق، يعني هذا التعويل ياتي بعد نحو 20 عاما على بعض من وصفتهم من تم وصفهم بالضباط الوطنيين في أجهزة الحكومة. هل يمكن التعويل بعد كل هذه السنوات؟ إذا أمكن تعيد السؤال سيدي. هل يمكن التعويل؟ أنت وصفت بأن هناك من يقف بالمرصاد ضد هذه الميليشيات من ضباط في أجهزة الحكومة إن كان في الداخلية أو في الدفاع، هل يمكن التعويل على هؤلاء الذين وصفتهم بالوطنيين، يمكن التعويل عليهم بعد كل هذه السنوات نحو 20 عاما أن يقفوا بالمرصاد أمام هذه الميليشيات المتنفذة؟ سيدي هي المعركة قائمة من 2003، احنا بلد محتل، بلد محتل أمريكي إيراني، والمعركة قائمة من ذاك الوقت، والى الان ما زال عندنا ضباط وطنيين والحقيقه يشتغلون على ان يعني يسلمون هاي الميليشيات الولائيه التابعه لايران، وباسناد من شعبنا الغالي اللي انتفض بانتفاضه تشرين وقبل انتفاضه تشرين بالمناطق الغربيه وفي يعني كثير من المنظمات وكثير من الناس اللي هي رافضه المشروع الايراني في العراق. الكل اذا تضافرت الجهود بالوقت نفسه انت تلاحظ الميليشيات اليوم ميليشيات متراجعه، الشعب رافضها، الشعب ما انتخبها، عرفوا يعني وزنهم بالعراق، هذا كله يعني يخلي الضباط العراقيين يشجع الضباط العراقيين الى وقفه ضد هاي الميليشيات الولائيه اللي تابعه لايران. نعم في هناك تعويل، وبإذن الله هذا يعني بإذن الله يعني يكون واقع على الأرض ونتخلص من هاي الميليشيات الولائية الإيرانية اللي يعني عاثت بالأرض فساد الحقيقة. أعود إليك أستاذ عبد الرزاق الحيالي من مالمو. أستاذ نظير الكندوري، إلى أي مدى ترى بأن الصراع الدائر منذ إعلان النتائج الأولية للانتخابات وحتى يومنا هذا هو صراع من أجل ترسيخ الديمقراطية التي زعمت أمريكا بأنها جلبتها للعراق؟ أخي أي ديمقراطية؟ عن ماذا تتحدث؟ يعني الآن صراحهم الديمقراطية يعترفون بها ما دام هي تنتخبهم، إذا ما انتخبتهم معناتها ماكو ديمقراطية، وعندهم استعداد لاستخدام السلاح. أي ديمقراطية؟ معناتها هذا هؤلاء يعني يخدعون الشعب بهذه العملية اللي يسموها ديمقراطية للوصول إلى المناصب التي يريدونها. طالب الديمقراطية في العراق يختلف عن باقي القوانين، الظاهر المفهوم مختلف. لذلك يعني هم يحاولون أن يوحوا للعالم، وليس والله للشعب العراقي، لأن الشعب العراقي فاضحهم ويعرفهم، لكن هم يوحون للعالم بأنه إحنا جئنا إلى الحكم عن طريق انتخابات نزيهة والشعب انتخبنا ونحن نمثل أكثرية الشعب العراقي، وبالتالي من حقنا الحكم، ومن يثور ضدهم يعتبروه متمرد وهو ضد النظام وضد الدولة وضد الديمقراطية. وبالتالي يعني هم كانوا يتهمون من يخرج يعني سلميا للتظاهر أو الاعتصام في بغداد وبقية المحافظات بأنه متمرد وضد الديمقراطية، بل يتهمهم بأنهم عملاء، والحقيقة كل هذه المواصفات تنطبق على هذه الأحزاب وهذه الميليشيات. والحقيقة هناك لعبة كبيرة تشترك فيها حتى دولتي الاحتلال سواء الولايات المتحدة أو إيران في التدليس على العالم، ثم التدليس على الشعب العراقي بأنه في العراق تجري عملية انتخابية ديمقراطية. بل أكثر من هذا، الشيء الغريب أنه الولايات المتحدة التي يحكمها الآن رئيس يقال عنه أنه تابع للحزب الديمقراطي يدعو رؤساء أو ممثلين الدول الديمقراطية بالعالم. وإحدى هذه الدول من؟
هي العراق، يعني يعني على أساس أنه العراق هو من البلدان الديمقراطية المتواجدة في المنطقة، والجميع يعلم أن نحن نعيش في ظل دولة مساقة من قبل ميليشيات مسلحة هي أقرب إلى وصف المافيات، مافيات المخدرات أو مافيات تجارة يعني البشر، لا تختلف كثيرا عن وصف هذه الميليشيات. وبالتالي هناك تواطؤ حقيقة، يعني الشعب العراقي يتواطؤ عليه دول كبرى كالولايات المتحدة وغيرها، ودول إقليمية سواء إيران أو بعض الدول الأخرى، في عدم وصول العراق إلى أن يمتلك سيادة ويمتلك إرادة. لأنه أنا في اعتقادي بأن استرجاع العراق لقوته ولإرادته ولسيادته الوطنية سوف يهدد ويكون عامل تهديد لكثير من الدول، ليس لأنه يريد أن يعتدي عليها، ولكن الوضع المثالي في العراق الآن هو مناسب لإيران وغيرها من الدول التي لا أريد أسميها وكل العراقيين يعرفوها. العراق الضعيف هو مفيد لهذه الدول، لذلك هم لا يساهمون في نصرة الشعب العراقي لاسترجاع وطنه. وبالتالي المهمة تبقى على الشعب العراقي، هو من يسترجع إرادته ويسترجع سيادته الوطني سواء رضيت تلك الدول أم لم ترضى. نعم أستاذ عبد الرزاق الحيالي، يعني زيارتان لإسماعيل قاني للعاصمة بغداد، واحدة مع إعلان النتائج الأولية مباشرة والثانية منذ أيام، لم يسفر عن توافق مأمول لطهران لترتيب ما يسمى بالبيت الشيعي. كيف تقرأ عدم توافق الميليشيات لغاية الآن على تقاسم المناصب رغم هذه الزيارات؟ سيدي قاني هو يزور قطاعاته، يعني هو هاي قطاعاته تابعة إليه يزورها ويحاول يعني يجمعها على موقف واحد، لكن صار تمرد في الفترة الأخيرة. وحتى يعني قاني صرح قائان مجموعة من المسؤولين الإيرانيين، يعني قالوا الفصائل اللي تابعة لهم بعد الانتخابات أصبحت مواقفها تافهة. يحاول قائاني، لكن قائاني ما عنده ذيك السيطرة اللي كانت على السليماني على هاي الميليشيات. والميليشيات الحقيقة هو في تصارع بيناتهم على السلطة داخل الوحدات العسكرية التابعة لهم. يعني هم مشكلة بين 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 العصائب والكتائب ويا قيادة الفتح الهادي العامري، مشكلة ويا قيادة منظمة بدر ويا العامري، مشكلة بباقي الفصائل اللي يسموها المقاومة. كل واحد من عندهم يريد يسيطر على الموقف بالأساس على هاي الميليشيات التابعة لقائاني، فقائاني ما قادر يعني يسيطر عليهم لحد الآن، رغم هو شكل بعض الفصائل الصغيرة اللي يدفعها يعني داخل المراكز الأمنية والسياسية العراقية، طبعا غير المعروفين هسه اللي موجودين على الساحة. قائاني شكلهم من أجل أن تبقى السلطة الإيرانية اليد الإيرانية متسلطة على أجهزتنا الأمنية ومواقفنا السياسية، فصعب على قائاني حس بهاي الصعوبة. والحقيقة احنا عندنا وفد كان البارحة أو أول البارحة وقبل يومين كان بإيران، وهذا الوفد جاي يعني يتابع وياهم شلون ينسق وياهم قبول نتائج الانتخابات. يعني الموضوع يم ايران، هي المحزن الحقيقه هو ان انت لازم تفاوض ايران على الشان العراقي، يعني تكون ايران توافق على يعني قبول نتائج الانتخابات. المساله مو مساله يم الميليشيات الولائيه التابعه لهم، يمهم هم. لذلك قاني يتحرك، هو يتحرك يعني عند قطاعاته، عند منظماته، عند السياسيين التابعين إلى، لأن أنت تدري إحنا العراق اليوم ما تحكمها حكومة واحدة، يعني عدة فصائل وعدة حكومات، هي حكومة الدولة ولا دولة اللي تنصل عنها عمار الحكيم اللي قبل الانتخابات كان يتحدث عن الدولة ولا دولة، لكن من خسر بالانتخابات تنصل من هذا المفهوم اللي هو مفهوم حقيقي، في قوة دولة وفي قوة لا دولة. اللا دولة هي تمثلها الميليشيات الولائية اللي تابعة لإيران مثل هادي العامري ومنظمة بدر وقيس الخزعلي وأبو فدك وهاي الأسماء اللي معروفة عندكم، اللي تشتغل من أجل خراب العراق لمصلحة إيران. نعم أستاذ نظير، يعني
بحسب وكالة رويترز فإن قاني وبخ زعماء الميليشيات لسوء إدارتهم لملف الانتخابات. هل انفلت أو انفلت زمام تلك الميليشيات من يد طهران؟ يعني أنا أستطيع أن أقول لك بكل جرأة بعد مقتل قاسم سليماني لم يعوضه أحد يعني بالسيطرة، من ناحية أن السيطرة على الميليشيات سواء بالعراق أو غير العراق، يعني هناك يعني سمعت بالإشكالات التي حدثت ما بين الحوثي والإيراني، ولربما يعني السفير الإيراني الموجود في صنعاء ربما راح ضحية هذا، يعني تضاربت الأقوال، لكن ربما كان هو أحد يعني ضحايا هذا الصراع بين ميليشيات وما بين راعيته في إيران. لذلك أستطيع أن أقول أن قاآني فشل بامتياز لإعادة تمثيل دور قاسم سليماني في السيطرة على الميليشيات، والآن الميليشيات أصبحت تتصرف كأنها ند لإيران ولا تتصرف مع إيران، وإنما هي يعني ولية نعمتها أو هي من قامت بإنشائها. لذلك تجد أن هذه الميليشيات وصل بها الغرور ووصل بها القوة بحيث أنها تريد أن تتمرد هذه الميليشيات، لا أعتقد أن تصل إلى هذا المستوى، ولكن لديها الآن وجهات نظر مختلفة عن الأجندة الإيرانية. طبعا لاحظنا هذا حتى يعني قبل الانتخابات حينما كانت الضربات الميليشياوية تكررت باستمرار على المصالح الأمريكية بالرغم أنه لم يحدث شيء ولم يتأثر الأمريكان بتلك الضربات، لكن أحرج إيران سياسيا خاصة وهي في خضم مفاوضات حاسمة مع الطرف الغربي حول المفاعل النووي. لذلك يعني قاآني وصل إلى مرحلة التوسل، يعني نشرت رويترز قبل يومين تقرير يقول بأن وجه كلام صريح إلى هادي العامري وقيس الخزعلي ويقول لهم هل تريدون حرب شيعية؟ يعني معناها وصل إلى مرحلة من العجز أنه من الممكن أن تحدث حرب ميليشياوية شيعية فيما بينهم ولا تستطيع إيران أن تفعل شيء، وهذا مستوى خطير من التمرد. أنا لا أعتقد أنه سوف يصلون إلى هذه المرحلة، ولكن ربما المصالح التي تقاتل من أجل الميليشيات تجعلها تنسى نفسها وتظن أنها هي قادرة على التصرف بمفردها وتدافع عن مصالحها. لذلك احتمالية نشوب مثل هكذا حرب ميليشياوية ربما قائم، ولحد الآن البوادر لا تبشر بخير. أنا يعني حقيقة لو تريد رأيي كإنسان عراقي والله أقول لك نارهم تأكل حطبهم، ميليشيات قتل سراق فاسدين ليتقاتلوا معهم، لكن المشكلة أن مثل هكذا اقتتال في داخل العراق سيدفع ثمنه الشعب العراقي سواء في أرواح شبابه أو في بناه التحتية. يعني انظر ماذا حدث في لبنان، يعني هل كانت الميليشيات التي تتقاتل في لبنان في السبعينات والثمانينات هل كانت تمثل الشعب اللبناني؟ قطعا لا، لكن الثمن الأكبر دفعه الشعب اللبناني. نفس الحال يريدون تكرار هذا السيناريو في العراق باختلاق يعني حرب ميليشياوية يعني من أجل الصراع على السلطة، الصراع على المصالح، لكن الحقيقة أن الخاسر الأكبر هو الشعب العراقي. لذلك يعني أنا أعتقد أن الشعب العراقي يجب أن يقول كفى لهذه الميليشيات وأن يحاول بأي طريقة وبشتى الطرق أن ينزع فتيل مثل هكذا حرب ميليشياوية وأن يعمل على حل هذه الميليشيات بآليات أممية. يعني نحن لا نثق، يعني أنا أختلف مع ضيفك الكريم، أنا لا أثق بالنظام السياسي العراقي أو أنه المؤسسات الأمنية. لربما أنا لا أستطيع أن أعمم أنه لا يوجد ضباط شرفاء، لكن الغالبية العظمى من الأجهزة الأمنية سواء جيش أو شرطة أو قوى أمن داخلي تم تأسيسها على الميليشيات. النظام الدولي في حل هذه الميليشيات وهو يدعمها منذ عام 2003. هنا المشكلة يعني هو نضال صعب، يعني الشعب العراقي يجب أن يستمر في نضاله والمطالبة بحل هذه الميليشيات سواء بالمطالبة سياسيا أو يعني البدء بالعصيانات المدنية، وهذا يعني هذه تجارب حققت نجاحات في بلدان أخرى. أستاذ عبد الرزاق الحيالي، يعني ألا يعتبر استخدام الميليشيات للطائرات المسيرة تارة في أربيل وتارة في محاولتها لاغتيال قائد القوات المسلحة مصطفى الكاظمي وقصف مقرات حساسة كالسفارة الأمريكية ومقر المخابرات، يعني
هل استخدام هذه الطائرات المسيرة يعتبر بأنها يعني تطورا ملحوظا يؤشر إلى أن الصراع وصل في العراق إلى منطقة اللا عودة، أم أنها رسائل بدون طيار؟ لذلك استاذ قلت لك هم في مرحله انه اقول او لا اكون، يعني هم في مرحله انه يريدون يعني شلون ينتحرون انتحار، ما بقى عندهم مجال. سيدي اذا استلم التيار الصدري بحكومه وطنيه يعني مو توافقيه، هم خايفين من هذا الامر، جدا خايفين من عنده. شوف انا اشهد للتيار الصدري من كنا في ايران، التيار الصدري ما رفع بندقيته ضد العراق ويا الجيش الايراني، هو الفصيل الوحيد الحقيقي، انا يعني مو دفاعا عنه بس هاي يعني حقيقه. وهاي الى الان ما زالت هاي الميليشيات الولائيه ما متفقه ويا هذا التيار. وانت تدري كل زين يعني كثير من يعني المتابعين يعرفون ان هاي ميليشياتنا هي متصارعه من كنا احنا في ايران. يعني احنا فينا مثلا منظمه بدر فيها الاسرى التوابين، وفيها المسفرين، وفيها المهاجرين، وفيها الجماعة اللي يسموهم الانتفاضة أيام الغوغائيين. كل هاي الأطراف تتقاتل فيما بيناتها، هذا الصراع دائما موجود بيناتنا واستمر، وبعد الاحتلال وإلى يومنا هذا الصراع موجود. لذلك هي وصلت إلى وضع أنه التيار الصدري اللي هي دائما يعني ما متفقة وياها بكل الأمور. لذلك اذا استلم التيار الصدري راح تقريبا تنتهي هاي الميليشيات وبصعوبه ترجع مثل ما كانت. فهنا يعني اخرجوا السلاح اللي هم اللي كانوا محتفظين به اللي زودتهم بايران. طبعا هاي الميليشيات الولائيه ما بها ناس اكاديميين، ناس جهال، ناس يعني صدقني انا ما ابالغ من كانوا حفاة عراة يعني تاجرهم عند محل فلافل بايران بقوم او بمشهد او هذا. كلها كانت ناس يعني يسوقها بسيجي، هذه العامري والقيادات كلها كان يسوقها بسيجي. فهذول ما عندهم ناس اكاديميين حتى يقدرون يصنعون هاي الطائرات، هاي ايران جاي توصل لهم اياها، او من طريق يعني سوريا جاي يوصل لهم اياها. نعم استخدموها مو رسائل، هم الحقيقه رادوا يقتالوا مصطفى الكاظمي، يعني رادوا يخلقون فوضى كبيره بالعراق حتى يخلصون من نتائج الانتخابات اللي هي ما اجت من صالحهم. فهم ناس ارهابيين، انا ما اعرف ليش هم يجي يقول لي مثلا ابو مهدي المهندس رضوان الله عليه، وليش ما يقول له اسامه بن لادن عليه السلام او البغدادي صلى الله عليه وسلم. هاي التناقضات اللي جاي تصير، ارهاب الميليشيات مقنن قانوني، ما حد يطلع يعني مكافحه الارهاب والسيد عبد الوهاب الساعدي ما طلع قوات راح على الميليشيات الارهابيه يروح يتخلها، لانها استخدمت الطائرات المسيره، هم ناس ارهابيين ويعني استهدفوا اعلى سلطه بالبلد. لكن اذا تروح من جانب اخر، اذا يحكي له حكايه على الفيسبوك يروح يعتقلوا. هاي يعني الحقيقه مو بس كيل بمكيالين، هذا ضحك على الذقون. الميليشيات الارهابيه تستخدم الطائرات وتستخدم التفجير وفجرت الحسينيات، وانا قلتها على قناتي على اليوتيوب قناه عبد الرزاق الحيالي ووضحت هاي الامور. هاي التفجيرات اللي تصير هاي كلها لان مصلحه الاسلام تتطلب، منظمه بدر باقي فصائل المقاوله هي الارهاب الاول، هي الارهاب ما يفرقون شيء عن داعش، هذول كلهم ارهابيين المفروض يتعامل وياهم كما تم التعامل مع داعش، والا لا عداله ولا راح عراقي يقبل هاي التفصيله اللي جاي يفصلها الاستاذ مصطفى الكاظم رئيس الوزراء. ما يطلع يقول لي انا اعرفهم جيد، واجبك انت تروح تعتقلهم وتقاتلهم مثل ما قاتلت الدواعش وغير الدواعش. نعم. فيا سيدي هاي الطائرات وباقي الاسلحه اللي هم راح يستخدموها، هم يستخدموها ومصرين ومع سبق الاصرار وما خايفين من احد بالعراق على الاطلاق. نعم. مشاهدينا الكرام، تغطيتنا مستمره، نتابع هذا الانفوجراف حول نفوذ الميليشيات في العراق، ونعود اليكم. We'll be right back.
أهلا بكم من جديد في هذه التغطية حول نفوذ الميليشيات في العراق. أستاذ نظير الكندوري، يعني برأيك أين دور المرجعية الدينية في النجف مما يحدث من صراع وتهديد من قبل الميليشيات على السلطة، أم أن المرجعية تنتظر كلمة مجلس القضاء الأعلى في فيما يخص النتائج النهائية للانتخابات؟ طبعا المرجعية الآن تمثل دور الزعلان وقاعد ببيته وما يستقبل لا سياسي ولا ميليشياوي، وتارك الفوضى اللي تصير في العراق بدون ما يحرك ساكن، بالرغم من أنه هو أحد أهم المسؤولين عن الفوضى التي تحدث الآن في العراق، سواء على مستوى نظام الحكم الذي يمضي في العراق أو سواء على موضوع الميليشيات وتأسيسها وتغولها وسيطرتها على الملف الأمني، كان له الأثر الأكبر بفتوى سيئة الصيت التي أطلقها في 2014. لذلك يعني أنا أقول يعني فيما إذا كان هذه المرجعية هو على قيد الحياة وليس ابنه الذي يمثل دوره، لكن أقول دوره سلبي ولم يساهم في يعني الحد من هذا الصراع الذي سيتحول إلى صراع دموي يكون الخاسر فيه الوحيد هو الشعب العراقي. لذلك من يقول إن صمام الأمان وصمام الأمان، بالعكس هو صمام الأمان هذا ربما قد انفجر منذ وقت مبكر وأصبح البلد يعيش في فوضى. أنا يعني فقط أريد أن أسأل، يقولون عنه صمام الأمان وبأنه المرجعية هي من حافظت على السلم الأهلي، أين السلم الأهلي في ظل الاغتيالات والقتل بالكواتم والسرقات وانتشار المخدرات وسرقة النفط وتهريبه؟ أين السلم الأهلي؟ أين صمام الأمان من هذا كل الذي يحدث في العراق؟ لماذا الشباب العراقي يخرج خارج العراق؟ لماذا الأكراد يخرجون خارج العراق؟ يتحملون يعني عبور البحار والموت تحت الثلوج من أجل فقط أن يخرج من العراق؟ لماذا لو كان هناك فعلا صمام أمان يحاول أن يسيطر على السلم الأهلي في العراق؟ الحقيقة موضوع المرجعية الدينية أكدت عليه الأحزاب الشيعية والميليشيات وكذلك من هو ذيل لهذه الذيول، فقط لكي يكون لهم نقطة دالة يرجعون لها في حال خصومتهم. والغريب بالأمر أن المشاكل الآن وصلت إلى مرحلة كبيرة ومع ذلك لم تتدخل المرجعية. وأنا في رأيي أن عدم تدخل المرجعية ليس لأنه لا يريد أن يتدخل أو لا يريد أن يفرض رؤيته، إنما لأنه الميليشيات وصلت إلى مرحلة لا تسمع لكلام الميليشيات وغير ملزمة بها. إذا كانت رأي المرجعية يوافقها فهي تأخذ به وتروج لما يصرح به، أما إذا كانت لا تريد يعني لا تصف في مصلحتها فهي غير ملزمة بكلام المرجعية، بدليل انقسام 4 ألوية من الحشد الشعبي الذي يسمى حشد العتبات، وخرج من الحشد الذي هو يضم الميليشيات الولائية، وتعرف كم كيف شنت هذه الميليشيات الولائية حملة على تلك الألوية التي خرجت وحتى على المرجعية، ويعني الأمر أصبح بل اتهمهم بالعمالة إلى إسرائيل وإلى الولايات المتحدة، معناته أنه هذه المرجعيات يعني هي تكذب حينما تقول هناك مرجعية مقدسة نرجع لها. هذه المرجعية إذا توافقت معها فهي مقدسة، وإلا فهي غير مقدسة إذا لم توافق بحسب المصالح. نعم، نتحدث عن الملف الاقتصادي أستاذ عبد الرزاق. يعني بحسب دراسة لمعهد كارنيجي تعود لعام 2018، فإن طهران التي بات مستقبلها الاقتصادي على المحك تسعى إلى الحفاظ على تأثيرها في العراق وزيادته عبر الاستثمار في مخططات ومشاريع على صلة بالقوى شبه العسكرية الموالية لها. يعني هيمنت الميليشيات على العراق ومفاصل مهمة ومنها وعلى رأسها الاقتصاد. هذه الميليشيات برأيك هل ما زالت تغذي الاقتصاد الإيراني لغاية الآن، أم يعني أصبحت تغذي مصالحها الشخصية؟ سيدي معروفة هاي منظماتنا، يعني هي تستفاد شخصية ولكن في نسبة تروح لإيران، يعني السيطرة على الحدود وعلى يعني الموانئ هاي يعني مو كلها تروح نثرية الميليشيات، منها تروح لإيران، يعني تعبر عملة صعبة. طبعا حتى عندنا بنوك سيدي، بنوك بأسماء
عراقيين يعني وثائق عراقية، بس هي هاي البنوك تابعة لإيران، هاي شغلها تتعامل ويا البنك المركزي وتاخذ العملة الصعبة وتحولها لإيران. إيران يعني اعتماد على هاي الميليشيات ساعدها كثير حتى في وضع الحصار الاقتصادي اللي هي تعيش اليوم، هواي تعتمد على ميليشياتنا، وتدري هاي الميليشيات ميليشيات ولائية يعني، خصوصا إذا يعني تاخذ نسبة والنسبة الأكبر تعطيهم إياها، لذلك تشوف هم جماعتنا يعني يتقاتلون على المسؤوليات، يعني دائما انه يكونون راس سلطه كل مثلا لواء او فرقه او منظمه او حزب، لان هاي مصدر مالي له والناس والعشيرته والاصدقاء ودائر مدايره، والباقي دفع لايران. نعم ايران تسعى يعني بطريقه كبيره جدا ان تمكن ميليشياتها من السلطه العراقيه، مو بس يعني بالقطاعات العسكريه او الامنيه، حتى بالمحاور الاقتصاديه بالمكانات اللي الدر إلها الأرباح، بحيث يعني يساعدها بوضعها اللي جاي تمر بيه اليوم. والشواهد كثيرة يعني صارت داخل هاي المنظمات، وحتى يعني شجار صار بين هاي المنظمات وداخل المنظمة الواحدة أكثر من يعني شجار على هذا الوضع. لذلك أنت تشوف مثلا زياراتهم ما معلنة، مثلا هذا العامل إلى لندن، طبعا أنا عندي بصمات حتى من يعني اقارب هذا العامل اللي هم في منظمه بدر، انا محتفظ بيها يعني ابن خالته وابن عمه، يعني كان الموضوع شلون يلتقون بلندن، وشلون طبعا هناك الغبان هو بالاساس كان موجود بلندن، والى الان هم يقودون يعني صفقات تجاريه تتحول كلها للحرس الثوري الايراني وتستفاد منها ايران، وهي يعني يعرفوها كثير من قيادات المنظمه ويتابعوها، وفي ناس ممثلين لهم حتى داخل يعني الوطن العربي وداخل اوروبا مكنيهم اقتصاديا وارباحها توصل للحرس الثوري الايراني. نعم. الكاظمي استاذ نظير هو القائد العام للقوات المسلحه، وهو قائد هذه الميليشيات بحسب القانون، الا يعتبر بانه مسؤول عن هذه الفوضى وعن سيطره الميليشيات على الكثير من مفاصل الدوله ومنها الاقتصاد، ولكن هناك من يقول بأن مصطفى الكاظمي لم يستطع حماية نفسه أو الرد أو إلقاء القبض على من قاموا بقصف منزله، فلماذا يتم تحميل الكاظمي كل هذه المسؤولية؟ هو بصراحة يعني الآن يتصرف وهو مقتنع طبعا، يتصرف كالحمل الوديع الذي لا مسؤولية عليه، وأنه هذه الفوضى التي تحدث هو غير متسبب فيها وبنفس الوقت غير قادر على إيقافها، بدليل أنه الآن يعني إذا الكاظمي نجح في الحماية إذن التي هددوا بقطعها، ربما هذا يعتبر إنجاز، لحد الآن لم تقطع إذنه، وبالتالي يعني رئيس الوزراء الآن المؤقت أو المنتهي ولايته مصطفى الكاظمي يعني جل هم الآن كيف يقدم ما يستطيعه إلى مقتدى الصدر ليجدد له ولايته، والحقيقة مقتدى الصدر لا يجد مثل هذه الشخصية، يعني لا يجد أفضل من هذه الشخصية يعني لو تمكن من الحصول على الأغلبية وتشكيل الحكومة. فمصطفى الكاظمي شخص طيع يستطيع أن يدير المرحلة كما يريدها الصدر، يعني من وجهة النظر الصدريين. بالمقابل يعني الميليشيات الولائية لا تنظر إلى الكاظمي على أنه خصم عنيد أو أنه في عهده قد استطاع أن يحد من نشاطه، لا، هي لا تنظر إليه هكذا، هي تكرهه فقط لأنه مقرب من التيار الصدري. لذلك يعني أنا سواء يعني لنتكلم بشكل مجمل، الحكومة العراقية أو الدولة العراقية سواء بقيادة الكاظمي أو غيره من الشخصيات غير قادرة على فرض رؤيتها أو سيادتها على هذه الميليشيات. الكاظمي أو من يعني ومن سواه من رؤساء وزراء سابقين لم يستطيعوا فرض سيطرتهم على المنافذ الحدودية، لم يستطيعوا فرض سيطرتهم على الموانئ، لم يستطيعوا فرض سيطرتهم على المصالح الاقتصادية للميليشيات التي تنخر بالاقتصاد الوطني. تصور حتى طماطم يستطيع أن يقف تصديرها لمصلحة الفلاح العراقي، وبالتالي لا توجد حكومة حقيقية. نحن نعيش
كما وصفتها قبل قليل في دولة ميليشيات. الميليشيات هي التي تتحكم سواء ليس فقط على المشهد الأمني إنما بالمشهد الاقتصادي. وأنا يعني أريد أن ألفت النظر للمستمع الكريم إن هناك تحول نوعي حقيقة حدث للميليشيات، بأنها تحولت من مجاميع مسلحة تمتهن القتل والاغتيالات والسرقة والفساد وقطع الطرق، إلى يعني وصلت إلى مرحلة بأنه أصبح لها طموحات سياسية وتريد أن تصل إلى مرحلة تسلم المناصب السياسية، بل يريدون أن تكون الحكومة حكومتهم، وبالتالي نكون أمام مشهد تقود حكومة ميليشياوية. فتخيل البلد كيف يتم حكمه من قبل ميليشيات. شيء آخر، هذه الميليشيات لها خصوصية في العراق، فهي لا تشابه غيرها من المجامع المسلحة خارج القانون. يعني لو شئنا أن يعني نقارن ما بينها وما بين العصابات المافيا اللي هي متواجدة في إيطاليا وفي كثير من دول أوروبا، هل تتصور أخي عصابات المافيا في فترة من فترات يعني أوجها وقوتها بدأت تتودد للناس وتصعد لها حاضنة شعبية؟ اسمع الذي يحدث في إيطاليا، هناك عصابات في مافيا لديها مواطنين يدافعون عنها ولديها يعني مشاريع خيرية، بل استطاعت أن تتحكم في النظام السياسي سواء في إيطاليا وغير من الدول. لكن هذه الميليشيات بالرغم من كل المكاسب التي حصلت عليها إلا أنها لا تستطيع الانفكاك من أصلها القاتل، من أصلها الذي تأسست عليه، يعني ما زالت تقتل على أساس طائفي، ما زالت تصرخ في البلد، بل ما زالت تحول خيرات هذا البلد إلى بلد مجاور باسم وحدة المذهب أو نصرة المذهب، وكون إيران هي من تقود المذهب، وبالتالي خيرات شعوب المنطقة يجب أن تذهب إلى النظام الإيراني. هذه حقيقة يعني حالة انفرادية تقوم بها الميليشيات العراقية، لم يسبقها يعني أحد من المجامع المسلحة. نعم أستاذ عبد الرزاق الحيالي، ما الفرق بين مفهوم الدولة الميليشياوية ومفهوم الدولة الفاشلة؟ ليس هناك أي فرق بينهما؟ كلاهما فاشل سيدي. شنو الفرق إذا يعني تقودك ميليشيات ولا أي ولا أتابع إلى عدو، يعني عبر التاريخ هو عدو، إلى 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 بلد يعني بالأمس القريب قاتلك ثمان سنوات قتل شعبك وقتل ناسك وجزء يعني من هاي الميليشيات كان مقاتل فعلي مع هذه الدولة اللي هي إيران، كان يقاتل الشعب العراقي وكان يقتل العراقيين وكان يأسر العراقيين ويسلمهم للإيرانيين. هكذا كان المهندس وهادي العامري، هكذا كانت منظمة بدر وأنا أحد أفراده، قاتلنا العراق وقتلنا العراقيين وأسرنا العراقيين وسلمناهم للإيرانيين. هذول اليوم يجون يحكموك سيدي، دول حكام العراق اليوم، شنو فرق عن يعني هو فاشل وشنو فرق عن الدولة الفاشلة؟ هم فاشلين من قاعهم، ناس عملاء، ناس هم كل اللي يريدون يوصلوه هو خدمة إيران، خدمة المذهب الجديد، مذهب ولاية الفقيه اللي لا يعترف به لا الشيعة تعترف ولا السنة ولا الأديان الباقية، ما حد يعترف به، مذهب جديد جاء به الخميني حتى يسيطر على بلاده وعلى الوطن العربي. وابو مهدي المهندس الى الكلام واضح من قال احنا ما تهمنا، موجود على اليوتيوب، احنا مو قصدنا اسرائيل، قصدنا السعوديه. الى ان توصل الحال اليوم شمخاني قبل ايام يجتمع مع مسؤول سعودي يقول له احنا قادرين نفتح لكم الاستثمارات بالعراق. يا اخي يعني لهالدرجه وصل الوضع انه ايران جاي تفاوض الدول العربيه على العراق انه انا افتح لك استثمار، انا قادر اخلي لك ايد بالعراق، انا قادر، يعني هذا كارثه الكوارث الحقيقه. فهي فاشله من اساسها، يعني هي ليش هسه شنو حكومه الكاظمي اذا بقت على هذا المنوال وما اتخذت موقف ضد هاي المنظمات الارهابيه التابعه لايران؟ شنو فرق عن الحكومه الفاشله؟ يعني احنا اللي جاي يدير وضعنا امريكا، جاي تدير وضعنا اذا موقفت الكاظم وغير الكاظم. امريكا لحد الان، امريكا اذا شالت ايده لا كاظم يعرف يحكم ولا غير الكاظم يعرف يحكم سيدي. نعم استاذ نظير الكندوري، يعني كيف ترى مستقبل الميليشيات ومصير الدوله في العراق؟ يعني الجميع، ليس رأيي فقط إنما الجميع يجمع بأن استمرار هذا الوضع سينقل البلد من سيء إلى أسوأ،
ولربما يعني يتحقق سيناريو أنه مجلس القضاء يعني أعلن النتائج النهائية ولم تكن بصالح هذه الميليشيات، ما هو السيناريو؟ يعني الحقيقة قبل فترة، يعني قبل أسابيع، كنا نظن بأنه الحالة إذا استمرت على وفق النتائج التي خرجت من بها الانتخابات ربما نصل بها إلى حالة الصدام، لكن أنا يعني أعتقد والآن من خلال التصريحات ومن خلال الليونة التي تبديها الآن ميليشيات الولائية، لا أعتقد أن هناك صدام مسلح سيكون مع الصدر، وهذه الميليشيات ستقبل بالنتائج ولكن ستحاول جهد إمكانها أن تحافظ على ما تبقى لها من نفوذ سواء بالحكومة أو باقي مؤسسات الدولة، وتحافظ على مصالحها الاقتصادية طبعا بدفع إيراني وتنسيق إيراني. لكن يا ترى الصدر هل يحاول الاستئثار بالكعكة لوحده أم يشارك بعض جزء من هذه الكعكة مع هذه الميليشيات لاتقاء شرها ويعني عدم الدخول معها في صدام؟ هذا ما لا يعني نتوقع، ولكن أعتقد أن الصدر سيأخذ أسلم الطرق والتي يحاول أن يستتب أمنه. لكن الشيء اللي راح يصطدم به سواء الصدر أو الميليشيات الولائية بأن هناك سيكون هناك رفض جماهيري لهذا النظام، لهذه الحكومة القادمة التي يعني تكون حكومة صدرية وبنفس الوقت تحابي هذه الميليشيات الولائية والأحزاب الولائية. لذلك أنا اللي أتوقع ربما ستكون هناك يعني تشرين ثانية أو بطريقة ما انتفاضة ثانية للشعب العراقي، استمرار نفوذ وهيمنة الميليشيات في العراق. نفس التساؤل أستاذ عبد الرزاق، كيف ترى مستقبل الميليشيات ومصير مؤسسات الدولة في العراق؟ سيدي الميليشيات الولائية طبعا أكيد باكر يعني مو يعني إذا علنوا عن يعني نتائج الانتخابات، الميليشيات الولائية راح تسلم التيار الصدري، وهي قعدت يعني وجاي يثقفون انه راح يشتغلون على الجديد على دوائرهم المعروفه، يعني يتعاملون بشكل جيد ويا دوائرهم يعني اتباعهم انصارهم، لان هم يقولون احنا ابتعدنا عن جمهورنا، هكذا يفسرون الامور. التيار الصدري اذا ما حل الحشد الشعبي واذا ما حل هاي الفصائل الارهابيه اللي تابعه لايران، فمصيره مصير العراقية بسنة 2010 اللي جابه 95 مقعد، حتى جمهوره راح يرفضه بعدين. التيار الصدري ما إلى غير أن يقدم شيء للشعب العراقي وإلا ينتهي مثل ما انتهوا هم، يعني هاي يعرفوها قيادة التيار الصدري تعرفوها، احنا في حوار يعني وياهم الحقيقة يعرفون يعني لابد من يعني تقليم هذه القطاعات اللي تابعة لإيران. ما نعتقد التيار هو يعني كذا مرة يعني صرح أنه حل الفصائل المقاومة، السلاح المنفلت، قوى لا دولة، فسروها بأكثر من تفسير، هو كلها تقصد الميليشيات الولائية اللي تابعة لإيران. نعم راح الحقيقة يصير عندهم تراجع معين، يعني قوتهم تضعف داخل الحكومة العراقية تضعف، لأن أنت مدير المدراء العامين ما راح يطوهم نسبة اللي قبل، ولا الوزراء اللي نسبة قبل اللي تابعة لهم، هم خايفين أنه لا يلاحقهم بالقانون، لأن يعني تدري هم يعني فسادهم فاق يعني فاق كل التصورات، فساد الميليشيات الولائية. هسه يبحثون عن ضمان، إذا سمحت لي، يبحثون عن ضمان أنه ما يلاحقون قانونيا ويسلمون كل شيء للتيار الصدري. أستاذ عبد الرزاق الحيالي المتخصص في ملف الميليشيات كان معنا من مدينة مالمو عبر سكايب. أستاذ نظير الكندوري الكاتب والمحلل السياسي، شكرا جزيلا لكما. وصلنا إلى نهاية هذه التغطية أعزائي المشاهدين حول نفوذ وهيمنة الميليشيات في العراق خلال عام 2021. شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.